احنا ابتدينا بقرارات، قرار في يوليو 2017، قرار 252 وقرار 291. 252 ده كان خاص بالدمج في المدارس، وان كل مدارس مصر بقت دامجه بنسبه 10% بحد اقصى 4 في الفصل، وحدد المدارس، مش المدارس سوري، المناطق اللي بتقدر انها تعمل كشف طبي. كانت مقصوره الاول على التامين الصحي، بقت فتحناها للمستشفيات العامه والمستشفيات الجامعيه، ده تيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة انهم يقدروا يروحوا حتت اكتر. التقييمات نفسها كانت شوية مكحفة لانها ما كانتش بتراعي قدراتهم المختلفة، فقدرنا دلوقتي ان هم بقى تقييمات متناسبة مع كل قدرات. بالنسبة لقرار 291 ده خاص بمدارس التربية الخاصة اللي هي مدارس المكفوفين والتربية الفكرية والسمعي، فده برضو بينظم العملية جوه المدارس دي. حاليا احنا شغالين على مناهج التربية الفكرية، وشغالين على مجموعة من البروتوكولات للسمعي، في بروتوكول قاموس الكتروني للغه الاشاره للاعاقه السمعيه، في عندنا مجموعه برضو من البروتوكولات الهدف منها هو عمل غرف مصادر في المدارس اللي هي بتبقى مسؤوله عن ذوي الاحتياجات الخاصه وبرامجهم،